أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ 无了。<music> มัน وأقوم

وعيما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أل ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا. نُرِيدُ رَبَّكَ يُبَيِّنَ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِن يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا فَاسْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون بديع السماوات وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا ايه كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت صدق الله العظيم